اهلا بيكم معانا من الفاصل، ونرحب بالاستاذ محمد علي مؤسس شركه عطار. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، منورني. شكرا شكرا لك. شكرا. اشرح لنا بقى ايه هي فكره عطار. فكره عطار هي موبايل ابلكيشن ويب سايت بيركز بالدرجه الاولى على انه يقدم سيرفيس لكل الباحث عن الاغذيه الصحيه ايا كان هو موجود فين في جمهوريه مصر العربيه. يعني احنا اول ما بدانا الفكره كنا بنشوف الناس اللي هي محتاجه الاغذيه الصحيه اماكنها موجوده فين، طب مين اللي بيقدم لهم المنتجات دي، مين هي الشركات، اماكنها فين، محلاتها فين. فلقينا ان محدش بيتكلم معاهم بشكل مباشر، مخصص لهم زي بلاتفورم او ابلكيشن متخصص بيتكلم عن الهيلثي فود او الهيلث لاين بشكل عام، ويقوم بعمليه التوصيل للمنتجات دي لايا كان مكان العميل ده فين. يعني اساس عطار هو حاجات صحيه، منتجات اغذيه صحيه بنوصلها للعميل ايا كان هو ساكن فين. ولما جينا بصينا لقينا ان مصر فيها اكتر من حوالي 40 مليون حد مريض بسكر وضغط، ما بين سكر وضغط، ودول يمكن الحاجتين الشائعتين اللي موجودين في مصر اللي حتى الدوله بدورها كمان بتحاربها وبتنزل اعلانات توعي الناس من الامراض المزمنه. فدي كانت بالنسبه لنا فرصه قويه جدا ان احنا نحط نفسنا في النص كابلكيشن يوفر بقى المنتجات اللي هي مصنعه او مستورده بشكل او من خلال شركات معروفه ذات ثقه وموجوده في جمهوريه مصر العربيه، تبقى هي احنا المنفذ بتاعها في البيع، ونحل لهم يعني نحل مشكله التجار دول اللي هم قايمين كل شغلهم على المحلات او على المولز اللي موجوده في القاهره وكلهم مركزين في القاهره وناسيين المحافظات. يعني ما ننساش ان 70% من التعداد بتاعنا قاعد اصلا بره القاهره الكبرى، واللي بره القاهره الكبرى هو في اشد الاحتياج للمنتجات دي نتيجه ان ما عندوش تنوع في المنتجات حواليه، او المحلات حتى اللي فاتح في القاهره مش فاتح فروع في المنصوره او في الدقهليه بشكل عام او في الاسكندريه، الفروع قليله جدا. يعني المحلات اللي هي موجوده في مصر اللي هي بتبيع ما عندهاش فرصه ان هي تبيع او توصل لاماكن غير القاهره او جوه القاهره حتى، فانتوا بتبقوا بتدوا الفرصه ديت انكم توصلوا جوه القاهره، تاخدوا من المحلات وتوصلوا للاشخاص لغايه بيوتها، وفي نفس الوقت مش بس جوه القاهره، في المحافظات برضو، صح؟ بالظبط. هو احنا مش بناخد من المحلات، احنا الشركات علشان عمليه التسليم تكون اسرع بيحطوا المنتجات في المخزون، المخزن بتاعي الخاص بعطار اللي هو موجود في القاهره، يعني في وسط القاهره، وانا من خلال المخزن ده بقدر اوصل في 24 ساعه جمهوريه مصر العربيه كلها. طيب. يعني اكبر ميعاد بسلم فيه 48 ساعه، ان انا اقدر اوصل لاسوان، اقدر اوصل للاسكندريه، اقدر اوصل للوادي الجديد. في المناطق دي في طلب، هو عايز طلب، عايز منتجات معينه مش موجوده حواليه، خصوصا ان هي بتخاطب الصحه، مش منتج طبيعي بستخدمه في يوم العادي، لا هو كل اسره فيها من واحد لاثنين دايما على السفره طبقه مختلفه عن التانيين. ايوه. يا اما في ملح او في سكر او في دقيق او مكونات الاكل بتاعه، ما بياكلش رز عشان هو عنده السكر او البطاطس. كل دي انا الحل اللي موجود دلوقتي في اول منصه في مصر تتكلم عن الاغذيه الصحيه بشكل كبير جدا ومتوسع كبير جدا، وكمان معانا اسامي شركات كبيره جدا، يعني اشهر ناس بتعمل المنتجات الصحيه في جمهوريه مصر العربيه هم اوريدي عندي على البلاتفورم. بنقدم لهم السيرفيس دي، وهو كده كده ليه العميل بتاعه. انا كل اللي انا بعمله ان انا بقول يا جماعه انا عندي المنتج ده وانت قاعد فين، انا هاجي لك لحد عندك، مفيش مشكله خالص، حتى تكاليف الشحن بسيطه جدا بنعملها، وتقدر كمان تاخد شحن مجاني لما توصل بالباسكت بتاعك لمستوى معين من الاوردر. فعشان احنا سوليوشن، احنا مور ذان اي كوميرس، يعني احنا مش اي كوميرس بس. الحاجه الجديده كمان اللي داخلين فيها الفتره الجايه ان احنا هنهتم بالايديوكيشن شويه، ان احنا يبقى البلاتفورم بتاعنا بيوعي الناس وبيساعد الدوله في ان في ناس كتير جدا عارفه ان هي عندها السكر بس مش عارفه تبدل اكلها بايه، طب اجيبه منين، استخدمه ازاي، قبل الاكل بعد الاكل، ابدل الاكل بتاعي، اعمل الوصفه ازاي. احنا هنقسم الشغل بتاعنا على اتنين، جزء البيعي اللي هو العادي اللي هو الاي كوميرس بتاعنا العادي، وجزء تعليمي، وده هيبقى ان احنا نقول للناس نفهمهم ازاي يعيشوا صحي، ياكلوا ازاي، وما تشيلش هم المنتج، المنتج موجود. فبالتالي انا قفلت الاحتياج بتاع العميل، وقفلت التاجر اللي عايز يوصل لابعد عميل كمان مش عارف يوصل له، انا الابلكيشن بتاعي بيدي السيرفيس دي. تمام. يعني زي ما تقول انت بتوصل ما بين التاجر والعميل.